أن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هو أحدث تنزيلا لم يسبق له مثيل، فالكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة، فقد كتب الله التوراة بيمينه في الألواح لموسى، وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل على عيسى، والزبور على داود مكتوبا في الصحف. أما هذا القرآن فقد نزله الله أولا إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزله تنزيلا على محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة منجما. ولذلك قال فيه: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وأجاب الله عن اعتراض الكافرين بأن هذا لم يسبق بثلاثة أجوبة بيّنها في سورة الفرقان، فقال: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لنثبت به فؤادك، فقد علم الله أن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم سيلقى أشد ما لقي نبي قط، لأنه أفضل الأنبياء ولأنه أعظمهم أجرا، فلا بد أن يلقى مثل ما لقوا. ولذلك قال الله له: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فاحتاج إلى تثبيت وتقوية، فجعل الله هذا القرآن مثبتا له ومقويا، يقص عليه خبر من قبله من الأنبياء وما عانوا وما لاقوا، فيكون ذلك تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسهيلا عليه، كما قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ورتلناه ترتيلا، أن هذا القرآن يحفظ في الصدور، ليس مثل الكتب السابقة، فهو محفوظ في الصدور بين جنبي كل حافظ له. والكتب السابقة إنما كان أهلها يؤتمنون عليها، فهم يقرؤونها في صحفهم وفي ألواحهم، ولكنهم لا يحفظونها. فيسر الله هذا القرآن للذكر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتهيئته للحفظ تقتضي أن ينزل منجما ولا ينزل دفعة واحدة، فلذلك نزله الله تنزيلا فحفظه المؤمنون. وكان حفظ المؤمنين له من إعجازه، فإن الإنسان العادي إذا سمع الكلام لأول وهلة من الصعب الشاق أن يحفظه، بالأخص إذا كان الكلام نثرا ليس شعرا، والقرآن ليس شعرا، ولكنه أيضا لا يشبه النثر، فهو متميز وحده عن الكلام كله. فكان الصحابة يسمعونه فيحفظونه من أول وهلة. كانت المرأة تكون في بيتها والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فيقرأه يصلي به أو يقرأه على المنبر، فتسمعه في بيتها وتحفظه، وكان ذلك معجزة. فكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم تسمع من البلاط، وهو مكان يبعد عن المسجد 0.5 كيلو، 500 متر. وقد قالت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها: ما حفظت سورة قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يخطب بها. وكان كثير من الصحابة يحفظون القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يسمعونه منه، ولم يحتاجوا إلى مراجعته وكتابته كما احتاج إلى ذلك من سواهم. نعم، يحتاجون بعد الحفظ إلى مراجعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فلهو أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. ولكنهم يحفظونه لأول وهلة ويفهمونه ويستوعبونه. وكان التابعون على هذا المنوال أيضا مع الصحابة الكرام. قال الفرافصة: ما حفظت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان لها في الصبح. كان عثمان رضي الله عنه يقرأ بسورة يوسف في صلاة الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالفرافصة حفظ سورة يوسف من في عثمان يقرأ بها إماما في صلاة الفجر.
كثير من التابعين لزموا الصحابة فحفظوا منهم، وكان لبعضهم طريقة مخصوصة في الحفظ وهي لا يتجاوز 10 آيات حتى يحفظها ويفهمها ويعرف ما فيها من العلم ويعمل بها، كما ثبت ذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أخبرنا الذين كانوا يعلموننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم أبي بن كعب وعبد الله بن أبي ربيعة بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله بن عباس قال: قالوا ما كنا نقرأ 10 آيات فنتجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم وحتى نعمل بها، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. والمقصود ب10 آيات هنا من القرآن المدني وهو الطويل الآيات، أما القرآن المكي فآياته قصيرة، وقد لا يكون المقطع في 10 آيات فقط، بل قد يكون رأس الآية في وسط الجملة بين المبتدأ والخبر أو بين الفاعل والفعل أو نحو ذلك. وهذا القرآن الكريم نزله الله حجة على الثقلين الإنس والجن، فالجن لما سمعوه لأول وهلة انقادوا له واستجابوا، ولذلك قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقال تعالى في مجيء الجن نصيبين أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بمجرد سماعه مرة واحدة وصفوه فقالوا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وكذلك تأثيره البالغ على الإنس أيضا، فكان كثير من الأعراب إذا سمعوه تتغير أحوالهم من بداوتهم وجلافتهم إلى حضارتهم ورقتهم وبكائهم وخشوعهم، وكذلك كان أهل الكتاب من قبلنا، كما قال الله تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد ثبت أن راهبا كان في دير في الليل يتعبد، فمر حوله رجل من أهل اليمن على راحلته يقرأ سورة النساء، فاستمع إليه الراهب، فلما قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. نزل الراهب مسرعا يضع يده على وجهه يخاف أن يقلب وجهه إلى قفاه، فأسرع وأسلم وحسن إسلامه. هذا القرآن تأثيره بالغ على الحيوانات والجمادات، كما قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، معناه لكان هذا القرآن. هذا القرآن العظيم حوى خلاصة علم الأولين والآخرين، ففيه
كل ما يحتاج الناس إليه فكان تبيانا لكل شيء. ما يحتاج الناس إليه في إيمانهم وعلاقتهم بالله جاء فيه مفصلا، وما يحتاجون إليه في عباداتهم وشرائعهم ومعاملاتهم وأخلاقهم وقيمهم جاء مفصلا، وما سوى ذلك من العلوم التجريبية والعلوم المحضة الخالصة التي هي ناشئة عن عقول البشر لم يأتي بتفصيلا في القرآن، وإنما جاءت إشارات إليه وتقرير للإنسان لأن يبحث في نواميس الكون وأن يتطلب ما جعل الله في هذا الكون من الآيات، لأن الله جعل لنا كتابين، كتابا مسطورا وهو هذا القرآن، وكتابا منظورا وهو هذا الكون، وجعل بينهما تآزرا يصدق أحدهما الآخر، كما قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا، وهي العلامات الدالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من عند الله، في الآفاق أي في هذا الكون، وفي أنفسهم حتى في خلقة كل واحد منا، وما جعل الله به من الأجهزة في كل عضو من أعضائه، لو نظر إلى عينه أو نظر إلى جهاز، أي جهاز من أجهزته، جهاز التنفس، أي جهاز من الأجهزة، لا رأى العجب العجاب، وكله مصدق لما جاء في القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي القرآن الحق، فهذا الكون مصدق للقرآن مصدق به أيضا. هذا القرآن العظيم شرف الله به هذه الأمة وتولى حفظه بنفسه ولم يكل حفظه إلى حفاظه، ولذلك قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الكتب السابقة فكان حفظها موكولا إلى أهل العلم من الملل التي أنزلت فيها، كما قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء أما هذا القرآن فلم نستحفظ شيئا منه، وإنما تولى الله حفظه بنفسه، وهو الشهيد علينا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهذا الكتاب شهيد على الناس وقد تولى الله حفظه بنفسه، لكن يختار الله له من يجعلهم أوعية له، فالذين يشرفهم الله بأن يجعلهم أوعية للقرآن هم أهل الله وخاصته من خلقه. اختار الله قلوبهم بعد تمحيص قلوب العباد فجعل قلوبهم أوعية لهذا الوحي المنزل ولكلام الله جل جلاله، فربطهم بالسماء وجعلهم متعلقين بالله جل جلاله متجهين إليه، فرفع مكانهم بذلك وجعلهم أهله وخاصته من خلقه. حملة القرآن أهل الله وخاصته من خلقه، ولذلك يأتي يوم القيامة شافعا مشفعا أو ماحلا مصدقا، فهو شافع مشفع لمن آمن به وعمل به وصدق وتعلم وأقام ما أنزل إليه بهذا القرآن في حياته، وهؤلاء يقودهم القرآن يوم القيامة، فيقال لصاحب القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه: اقرأ ورتل ورقة فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. ويأتي نعوذ بالله ماحقا لآخرين ماحلا عليهم، وهم الذين أعرضوا عنه وتركوه ظهريا وراء ظهورهم، فينشب في ظهورهم فيسوقهم حتى يكبهم على وجوههم في النار. ولذلك قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالذين هجروه وتركوه ظهريا ولم يهتموا به هؤلاء هم الذين ينشب في ظهورهم فيكبهم على وجوههم في النار عائذا بالله. هذا القرآن جعله الله مزية عظيمة لهذه الأمة، فكل من قرأ منه شيئا
كتب له من الأجر ما لا يحصى، لأنه يكتب له بالحرف الواحد 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال: من قرأ القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، حتى الأحرف التي تتلفق منها الكلمات وتتألف منها يكتب كل حرف منها على الأقل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. كذلك فإنه نزل للتدبر، والتدبر معناه تفهم ما فيه من العظات والآيات والعبر والأحكام، فقد نزله الله لذلك وقال فيه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا القرآن لا بد من تدبره، وهذا التدبر قسمان: تدبر محبة وتدبر معنى. فتدبر المحبة مطلوب من كل المؤمنين سواء كانوا من الناطقين بالعربية أو من الناطقين بغيرها، لا بد أن يحبوا هذا القرآن حبا شديدا، لأنهم أحبوا الله جل جلاله حبا شديدا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا أحببت الله جل جلاله فذلك مقتضى أن تحب رسالته إليك. فليتصور كل واحد منكم لو أن رسالة جاءته من أحب الناس إليه من والده الذي قد غادر هذه الدار إلى الدار الآخرة، أو من شيخه الذي علمه وهو يحبه، أو من أي محبوب يحبه حبا شديدا، جاءته رسالة منه يعرف خطه ويعرف صدقها وأنها منه، كيف ستقع منه؟ ستقع منه قطعا موقعا عظيما. كيف لو جاءتك رسالة الآن من أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي عمرو عثمان بن عفان إلى فلان، أو من أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب إلى فلان، أو من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن عثمان إلى فلان، أليست تأخذ منك موقعا وتهتم بها غاية الاهتمام؟ فكيف لو جاءتك رسالة من أبي القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان؟ ربما يشق لها صدرك، يشق لها قلبك لشدة تأثيرها عليك ولمحبتك لكل ما يأتيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن رسالة جاءتك من رب محمد الذي أرسله وشرفه وكرمه، جاءت إلى كل فرد من الأفراد، اختار الله لها من الملائكة أفضلهم وهو جبريل عليه السلام أمين الله على الوحي، واختار لها من البشر أفضل الخلائق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل هذا القرآن على قلبه وبلغه وأداه فوصل إلينا كما أنزل. فأنتم الآن تسمعون الإمام يقرأ، فما يقرأ هو نفس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، نفس ما كان جبريل يقرأ. فهذا القرآن هو كلام الله جل جلاله، وهو محفوظ من التصحيف والتبديل والتغيير والتحريف. فقد جاء إلى كل فرد منا رسالة خاصة من ربه إليه، فكيف تهجر هذه الرسالة، وكيف لا تتصل بها، وكيف لا تشتاق إليها، وكيف لا تتدبر معانيها، وكيف لا تبادر إلى طاعتها؟ وهذا القرآن منه آيات محكمات، أي متضحات المعنى، وهي جمهور القرآن، وهذا المقصود بالإحكام هنا بمعنى وضوح الدلالة في الإحكام. والتشابه جاء في القرآن نوعين: الإحكام العام والتشابه العام. فالإحكام العام معناه وضوح الدلالة والإتقان، الإحكام العام معناه الإتقان أقصد. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت معناه أتقنت،
على أحسن الوجوه. والتشابه العام كذلك معناه أن بعضه يفسر بعضا ويصدقه، ومن ذلك قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا التشابه المقصود به أن بعضه يصدق بعضا ويفسره. أما الإحكام الخاص فهو وضوح الدلالة، وفي مقابله التشابه الخاص فهو خفاء الدلالة. وخفاء الدلالة في القرآن مؤقت لأنه يزول التشابه عنه مع الوقت، ولذلك قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ولما لنفي الماضي المنقطع معناه أنه سيأتيهم تأويله. ولذلك قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: خلوا بني الكفار عن سبيله، نحن ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله. والمقصود بتأويله بروزه للعيان وظهوره حتى يزول ما كان في معناه من الخفاء والتشابه. فلذلك ما كان من متشابهه نؤمن به، وما كان من محكمه نحكمه في أعمالنا كلها، في اعتقادنا وفي عبادتنا وفي معاملاتنا وفي أخلاقنا وفي قيمنا، ونجعله منهجا للحياة جميعا. ولا بد كذلك من قراءته جميعا آناء الليل وأطراف النهار، ويشمل ذلك محكمه ومتشابهه. فنقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار تقربا إلى الله جل جلاله واتصالا به، و سعيا لموعوده، لتحصيل موعوده الذي وعد من قرأ القرآن، وتشرفا بما شرف الله به هذه الأمة من هذا النور المبين والحجة القائمة. وهذا القرآن يختار الله له من كل جيل طائفة يتعلمونه ويحملونه ويتلقونه، فهو متلقى من أفواه الرجال. وقد أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا القرآن سيرفع في آخر الزمان، فيسرى عليه في ليلة من الليالي فيمحى من المصاحف والصدور. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فإذا كان كذلك فأنتم تعلمون أن عقلاء العالم جميعا أي أمر مهدد بالانقراض، سواء كان حيوانا بحريا أو بريا أو كان نبتة أو غير ذلك، يحافظون عليه ويحرصون عليه أشد الحرص. هذا القرآن نحن مهددون برفعه عنا، وإذا رفع لا يبقى خير في الأرض. فلذلك لا بد أن نتمسك به، كما قال محمد بن يعقوب الفيروزابادي في مقدمة القاموس في اللسان العربي، قال: قد وقف بثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع. فلذلك لا بد أن نتمسك بهذا القرآن، وأن نتعلمه، وأن نتعلم معانيه، وأن نمتثل بذلك أمر الله تعالى. فإن الله قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. هذا خطاب لجميع أنواع الناس، وشمل الأنواع المعذورة، فإنه قال: علم أن سيكون منكم مرضى، والمرضى معذورون، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وهم التجار والعمال الذين يبحثون عن أقواتهم ومعاشهم، وآخرون يقاتلون في سبيل الله وهم المجاهدون في سبيل الله. كل هؤلاء معذورون، لكن مع ذلك لا بد أن يقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه.
وليس لأحد عذر في أن يهجر هذا القرآن. كثير من الناس المصحف في مكتبه أو على الرف في بيته ولا يتناوله ولا يشتاق إليه ولا يهتم به، وهؤلاء معرضون عن القرآن، نسأل الله السلامة والعافية. والله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. كثير من الناس يقرأ القرآن يحفظ حروفه دون حدوده، فلا يتفهم معانيه ولا يستنبط منه ولا يتعظ بمواعظه ولا يزيده إيمانا، وهو كل سورة منه نزلت فقد زادت المؤمنين إيمانا، كما قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الذين آمنوا يستبشرون بالقرآن لأنهم مأمورون بذلك، فقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله أي بالقرآن وبرحمته أي بالسنة كما في تفسير ابن عباس، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من عرض الدنيا. وقد قرأ رويس عن يعقوب التاسع، وهو يعقوب الحضرمي من قراء البصرة وهو تاسع القراء العشرة، ورويس أحد راويه، قرأ: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، فبذلك فلتفرحوا. وهذا من النوادر بالمبالغة في الأمر، حيث جيء بهذه الصيغة وباللام معا، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. لا بد يا إخواني ويا أخواتي أن نفرح بهذا القرآن وأن نحبه حبا شديدا، وأن نشتاق إلى سماعه وقراءته، وأن نتدبر معانيه وأن نتفهمه، وأن نبحث عن كل ما جهلنا منه. فلا بد أن يكون للإنسان في حال قراءته بحث فيما يمر به من الآيات والعبر، وأن لا يعرض عن شيء منها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومرورك على القرآن يقتضي أن يحدث لديك بحث فتتفهم معاني الكلمات ومعاني التراكيب والجمع بينما نشر في موضع واختصر في موضع آخر، وحينئذ سيفتح لك فيه فتوحات عظيمة وتنال فيه ما لم ينله من قبلك، فما تطفل أحد على مائدة الله إلا نال منها العجائب. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. ولا يمكن أن يكون الإنسان الآن عاجزاً عن أن يكون في هاتفه أو في بيته أو مكتبه تفسير ولو مختصر يرجع إلى ما أشكل عليه من القرآن في وقت قراءته، فينظر إلى تفسيره وما قال فيه الراسخون في العلم، يكون ذلك عوناً له على الفهم. فالقرآن ليس محصورا في هذه التفاسير التي يفسره بها الناس، بل هو أعم وأوسع من ذلك. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن القرآن حمال كثير الوجوه، لكنها ترشدك وتدلك وتعينك على فهمه وتساعدك على ما جهلت من الألفاظ العربية. فالقرآن أربعة أقسام من ناحية الفهم: القسم الأول ما يفهمه جميع الناطقين بالعربية على وجه السليقة، سواء كانوا كباراً أو أطفالاً، متعلمين أو جهالاً، فهذا مثل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، ومثل قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله،
واستغفر لذنبك. كل كبير أو صغير من الناطقين بالعربية يحل له أن يفسر هذا لأنه واضح المعنى لا ريب فيه ولا إشكال. القسم الثاني ما كان من غريب الألفاظ، وغريب الألفاظ معناه ما كان من الألفاظ العربية التي لم تعد مستعملة في تعامل الناس، لم تعد مستعملة في خطاب الناس فيما بينهم اليوم، مثل قوله تعالى وفاكهة وأبا، ومثل قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، ونحو ذلك. فهذا الغريب يرجع فيه إلى أهل اللغة العربية، فهم الذين يعرفون دلالات هذه الألفاظ وشواهدها من أشعار العرب وكلامهم. القسم الثالث ما كان من الاستنباط مما يغطي كل الأحكام التي لا حصر لها. فهذا القرآن كل لفظ منه يدل على الحكم من أربعة أوجه: يدل عليه بمنطوقه، ويدل عليه بمفهومه، ويدل عليه بإشارته ومقتضاه، ويدل عليه بمعقوله وهو القياس عليه. فاللفظ الواحد يغطي أربع مساحات كبيرة جدا. فما كان من الاستنباط هذا يختص بالراسخين في العلم، هم الذين يستطيعون الاستنباط، لأنهم الذين أحال الله إليهم. فقد قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل لعلموه جميعا. ومثال ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أو أرجلكم إلى الكعبين. فهنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم أنا إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وليس المقصود إذا قمتم في الصف في الصلاة. فلا يجب على الإنسان بعد أن يقوم في الصف الوضوء إذا كان على طهارة، بل هذا ليس مكانا لذلك. إذا قمتم إلى الصلاة، الصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة، وهل تشمل كذلك السجود المطلقة كسجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الزلزلة؟ هل لا بد فيها أيضا من الطهارة؟ هل هي داخلة في مسمى الصلاة هنا؟ هذا يرجع فيه إلى أهل الاستنباط. فاغسلوا، هل هذا شامل للدلك أو هو لصب الماء فقط؟ هذا أيضا يرجع فيه إلى أهل الاستنباط. وجوهكم، الوجه هو ما يواجهك عند ملاقاة أي إنسان، وهو من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، وفي العرض من الأذن إلى الأذن، أو من العذار إلى العذار في حق من له عذاران. وهذا الوجه فيه العينان لا يجب غسل داخلهما، ولم يخالف ذلك إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكان يرى ذلك لنفسه ولا يفتي به غيره. لكن داخل الفم وداخل الأنف، هل هو من الوجه الذي قال الله فيه اغسلوا وجوهكم؟ هذا محل بحثي يرجع فيه إلى أهل الاستنباط. فمنهم من يقول المضمضة والاستنشاق داخلان في قوله اغسلوا وجوهكم، ومنهم من يقول الاستنشاق داخل والمضمضة غير داخلة، لأن الأنف ليس له سداد والفم له سداد، الفم يسد بالشفتين والأنف ليس له سداد، فلذلك يجب الاستنشاق ولا تجب المضمضة عندهم. وهذا يرجع فيه إلى الراسخين في العلم، وليس كل أحد صالحا لهذا الاستنباط. القسم الرابع ما كان من المتشابه، وهذا لا يمكن أن يفسر إلا بنصوص وحي أو بحصول في الواقع. فمثلا يقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وإن منكم إلا واردها، جميع الخلائق سيردون جهنم عائدا بالله منها. وهذا مشكل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لكن سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بالعبور على الصراط، إن منكم إلا واردها عابر فوقها على الصراط، فالصراط جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار،
يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدس على وجهه في نار جهنم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود بالعبور، وكذلك منه ما يفهمه الناس مع الوقت، فقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهم الإمام الشافعي رحمه الله من هذه الآية أن المقصود بسبيل المؤمنين الإجماع، ما أجمع عليه أهل الاجتهاد من المسلمين، وذلك أن هذه الآية كانت من المتشابه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل للمؤمنين إلا ما هو عليه، وحينئذ العطف يقتضي المغايرة. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة، فسبيل المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا اعتبار للإجماع في حياته، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم. إذا أجمع المجتهدون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فإما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص، وإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، فلا فائدة في الإجماع في العهد النبوي، وإنما يعتبر الإجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعرف الأصوليون الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر من العصور على حكم شرعي عملي. ولذلك كانت هذه الآية في العهد النبوي من المتشابه، ثم عرف المقصود بسبيل المؤمنين وأنه الإجماع بعد وجود الإجماع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في المتشابهات التي يزول عنها التشابه مع الوقت فتتضح دلالتها بعد ذلك. هذا القرآن لا تنتهي عجائبه، وهو مائدة الله سبحانه وتعالى في أرضه، وكل من تطفل عليه لا بد أن ينال منه خيرا. وهذا الشهر الكريم مرتبط بالقرآن، فالقرآن ارتبط به شخص النبي صلى الله عليه وسلم وشهر رمضان، فشخص النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بالقرآن، لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، فهو قرآن يمشي على وجه الأرض، يطبق كل ما في القرآن، يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، وكان حاضر البال لكل ما جاء في القرآن وبكل لفظ ورد فيه. ولذلك أبدله الله من القرآن وأبدل القرآن منه، فقال تعالى في سورة الإسراء: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا، فهو نفسه كأنه قرآن. وفي سورة الطلاق يقول الله تعالى: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. ذكرا أي قرآنا، ثم أبدل منه فقال: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وقال تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله. البينة هي القرآن، لكن أبدل منها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. والصحف لم تكن في العهد النبوي، ولكن المقصود ما تتضمنه الصحف في المستقبل، وهذا من إعجاز القرآن أنه سيكون صحفا كما بين أيدينا في المصاحف الآن، مما لم يكن موجودا في العهد النبوي. هذا ارتباط الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن. أما هذا الشهر الذي أنتم فيه
فإن الله ربطه بالقرآن في الإنزال، فإنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبالأخص في ليلة واحدة منه وهي ليلة القدر أعظم الليالي، حيث قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فارتبط القرآن من ناحية النزول بهذا الشهر، وكان ذلك واضحا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جبريل كان ينزل عليه بكل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن كاملا، كل ليلة من الليالي يدارسه القرآن كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول النزول كان عندما يسمع القرآن يبادر لقراءته، يخاف أن ينساه، فنهاه الله عن ذلك فقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه معناه تعهد الله أن يجمعه له بألفاظه ومعانيه ودلالاته وتفسيره وكل ما يتعلق به، أن يجمع الله له ذلك في صدره، إن علينا جمعه وقرآنه أيضا ضمن الله له أن يتلوه على وجهه الذي تكلم الله به جل جلاله، فهذا ضمان من الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، أن يجمعه له في صدره وأن يقرأه كما أنزله عليه، علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه في وقت قراءة الملك له، إذا قرأناه فاتبع قرآنه معناه استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، تعهد الله بعد ذلك بالبيان وتبيينه للنبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فكان في كل ليلة من الليالي يدارسه القرآن، وكان لذلك أبلغ الأثر على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فهو أكرم الخلائق وأجودهم، ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول، فإن الله علمه ذلك. الناس يسألون، قد يكون لديه ما يعطيهم وقد لا يكون لديه، فإذا كان لديه سيعطي وإذا لم يكن لديه سيقول قولا ميسورا، لأن الله قال له وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فقال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الشهر الكريم ميز الله به هذه الأمة وخصها به، فجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام مكفرا لما مضى من السيئات، وجعل قيامه كذلك سنة مكفرة للسيئات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد أن يزداد تعلق المؤمنين والمؤمنات في رمضان بالقرآن، وأن يزداد الوقت المخصص في حياتهم ويومياتهم للقرآن تعاهدا وزيادة في الحفظ وزيادة في الفهم ومراجعة، فمن حفظه بقراءة واحدة عليه أن يزداد من القراءات، ومن حفظ ألفاظه عليه أن يبحث عن معانيه وأن يهتم بتفسيره، ومن عرف
تفسيره لا بد أن يتدبر أيضا وأن يتفهم ما ليس في كتب التفسير وأن يتلمس ذلك في حياته وواقعه. ومن أمثلة ذلك القصص الواردة في القرآن، هذه القصص لها دلالات واقعية مما يعيشه الناس، فهذا القرآن ليس كتاب تاريخ، ولذلك ليس فيه في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني من العام الفلاني في المدينة الفلانية كان الملك الفلاني، ليس هذا أسلوب القرآن، هذا أسلوب كتب التاريخ. لكن ما جاء فيه من القصص كل قصة منها تلمسها في حياتك فستجدها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ستمر بك القصة. وأكثر القصص دورانا فيه، أكثرها دورانا في واقع حياة الناس. مثلا قصة آدم وإبليس، هذه القصة تكررت في القرآن كثيرا، لأن كل واحد منا يحاول معه إبليس كما حاول مع أبينا آدم، وله معه صولات وجولات، وله مع قلبه ما شاء الله من المحاولات. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وكذلك قصة موسى وفرعون تكررت في القرآن كثيرا، وهي عبارة عن قصة الطغيان، فالطغيان يكثر في الأرض، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وهذا الطغيان يقتضي تجبر بعض الناس على بعض وظلم بعض الناس لبعض، وهو يقوم على خمسة أركان. الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله في هذه القصة فرعون. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وقضاء كل أوامره، ويمثله في هذه القصة هامان. ورجل الأعمال والمال الذي يسخر ثروته لبقاء الظلم والطغيان وبقاء ما كان على ما كان، ويمثله في هذه القصة قارون. ورجل الإعلام الذي يسخر وسيلة إعلامه سواء كانت شاشة أو قلما أو أي وسيلة من وسائل الإعلام لخدمة الطغيان، ولا يغطي من الحقيقة إلا ما يخدم الطغيان، ويمثله الحاشرون، فإنهم قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. الاحتمال الثاني لا يعرجون عليه، إن كانوا مغلوبين، هذا الاحتمال هو الواقع، هو الذي وقع، لكن الحاشرين لا يعرجون عليه، لأن مهمتهم الإعلامية تقتضي فقط مناصرة الطغيان وما تريده الحكومة فقط، لذلك قالوا هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. وهذا شأن الإعلام المنحرف، كما قال الشاعر إن يعلموا الخير أخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا، وكما قال الآخر إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني وما سمعوا من صالح دفنوا صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. والركن الخامس رجل الدين الذي يسخر علمه لنصرة الطغيان وبقاء ما كان على ما كان، وتسويغ كل جور وكل ظلم، تسويغ القرارات الجائرة جميعا، ويمثله السحرة قبل إيمانهم، فإنهم قبل إيمانهم لم يناقشوا هل هذا صواب أو خطأ، ولم يناقشوا دعونا نجلس مع موسى ونسمع منه، بل قالوا مباشرة أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فمهمتهم ما يحصلون عليه من العطاء، وفرعون وعدهم بالأجر ووعدهم أيضا أن يكونوا من المقربين منه، فوعدهم بجائزتين، جائزة مادية وجائزة معنوية، فبادر السحرة لذلك، ولذلك أجمعوا كيدهم وتهيأوا ليوم الموعد وهو يوم الزينة. ولكن هداهم الله سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم الإيمان، ففي لحظة واحدة تغير حالهم، بدل أن يكونوا أدوات للظلم والطغيان ولتكذيب رسالات الله ولتضليل العباد، انقلبوا إلى أن أصبحوا هداة ودعاة إلى الخير،
مرشدين للناس إلى طريق الاستقامة وطريق الحق، وعلمهم الله في هذه اللحظة الواحدة خلاصة علم الأولين والآخرين. فلذلك بمجرد أن ظهر الحق ألقي السحرة ساهدين جميعا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين، من علمكم رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى علمهم في هذه اللحظة. ولذلك خطابهم لفرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أصبحوا زاهدين في الحياة الدنيا بعد أن كانوا قبل دقائق يقولون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، الآن يقولون إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذه خلاصة علم الأولين والآخرين جملتان فقط. جملة الأولى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. تعلموا كل هذا في هذه اللحظة بجذبة ربانية ونور من الله سبحانه وتعالى نور به قلوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحل علينا في مجلسنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم، وأن يجعلنا أجمعين من أهل الله وخاصته من خلقه، وأن يثبت القرآن والسنة في صدورنا، وأن يثبتنا على منهج الله حتى نلقاه، وأن يختم لنا أجمعين بخاتمة السعادة. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.